نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر عسكرية يمنية قولها إن قوات الحكومة اليمنية وحلفائها استولوا يوم الجمعة على بلدة في جنوب اليمن كانت تحت سيطرة الحوثيين وقتلوا العشرات من مسلحي الحوثي. وتقع مدينة بيحان التي تحتل مركزا استراتيجيا مهما على بعد 300 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء في الطريق الرئيسي الذي يربط بين محافظة شبوة ومحافظة مأرب، كما تعد آخر معقل للحوثيين في جنوب اليمن. وبحسب وسائل إعلام يمنية فقد سقط المئات من القتلى والجرحى من المسلحين الحوثيين في معركة بيحان، وفر من بقي منهم حيا خارج المنطقة. وأشارت تقارير إلى تمكن قوات الحكومة اليمنية من السيطرة على مواقع أخرى خارج المنطقة في نفس اليوم.